للولايات المتحدة الحقيقة دولة عظمى ولن تسمح لإيران بأن تتمدد في دول الخليج. هي تريد إيران وغيرها حتى إسرائيل للأمانة كفزاعة تضغط فيها للحصول على مزيد من الامتيازات. يعني أنا بعطيك مثال أخي وأنت عارف بالمنطقة، قبل 2/8/1990 يقال أن الولايات المتحدة كانت تضغط على الكويت بأن يكون لها يعني تواجد في جزيرة بوبيان الكويتية، ولكن الكويت كانت الحقيقة تتمنع بل وترفض الحقيقة، لأن ذلك يعني يتنافى مع النهج القومي والعروبي وإلى آخره. وللعلم الكويت حتى هذه اللحظة هي في حالة حرب مع إسرائيل منذ 5 يونيو 1967، وممنوع التواصل مع الإسرائيليين على الأطلاق. مع ذلك الحقيقة طيب. الولايات المتحدة لا عفوا بس مع ذلك بعد احتلال يعني بعد الاحتلال العراقي للكويت وتحريرها بالتأكيد أصبح بإمكان الولايات المتحدة أن يكون لها تواجد في أي منطقة من دول الخليج. نعم. وأنت تعرف ذلك. عمان الحقيقة حاولت أن تلعب دور المصلح ما بين الولايات المتحدة وإيران في مسألة النووي ونجحت في ذلك. طيب. قطر تلعب الدور تقريبا نفس الدور في هذا الجانب، ولكن لا يمكن أن تضحي الولايات المتحدة بالرغم من أنه دول الخليج بدأت تتجه شرقا. يعني في السابق كانت الكويت بس، فيما بعد معظم دول الخليج بدأت تتجه شرقا إلى الصين وإلى روسيا، لكن مع ذلك أمريكا لن تضحي بهذه المنطقة المستقرة والتنموية والهادئة والحقيقة. طيب أنا أشكرك سيد المناع من أجل مصلحة إيران الغير مستقرة والغير عقلانية في تصرفاتها.